بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن زكاة الحبوب والثمار: يجب، بل قال فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا بيان لما يجب لمقدار الزكاة، بيان لمقدار الزكاة في الحبوب والثمار. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ما كان يسقى من النخيل أو من الزروع بلا مؤونة، بل من الأنهار أو من المطر، فهذا يجب فيه العشر، لأن صاحبه لم يبذل فيه نفقة، حصل عليه بدون أنه يبذل نفقة لسقيه، فالنعمة فيه أتم، فيجب عليه العشر، واحد من عشرة. وإذا كان يسقيه بمؤونة كالسواني والآليات والرافعات، يعني ينفق على استخراج الماء لسقي الزرع أو لسقي النخيل أو لسقي الأعناب، فإنه يجب عليه نصف العشر، لأن هذا من باب المواساة، فيجب عليه بقدر ما استفاد، ويخفف عنه نظرا لما بذل من النفقة، فيجب عليه نصف العشر، يعني واحد من عشرين من الغلة. أما إذا كان يسقى بهما، يعني بعض السنة يسقى بمؤونة وفي بعضها يسقى بلا مؤونة، فإنه عليه نصف، عليه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، نصف العشر ونصف نصفه، المجموع ثلاثة أرباع. نعم، نصف العشر ونصف العشر. نعم، بحيث يكون بين ما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. نعم، يقسم الواجب على قدر المشقة. نعم. قال: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. أما إذا تفاوتا بالمدة والمقدار، صار مثلا السقي بمؤونة أكثر، الذي سبق إذا كان السقي بمؤونة نصف السنة، نعم، وبلا مؤونة نصف السنة، فعليه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. أما إذا تفاوت كان السقي بلا مؤونة أكثر السنة، أو العكس، كان السقي بمؤونة أقل السنة أكثر السنة، العكس، نعم، فإنه يجب عليه بالمقدار. نعم، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا، فيعتبر أكثرهما نفعا للزرع أو للثمرة. إن كان الأكثر نفعا هو السقي بمؤونة،
فإنه يكون عليه نصف العشر، وإن كان الأكثر نفعاً هو السقي بلا مؤونة فإنه يكون عليه العشر، لأن الاعتبار بالنفع هنا. نعم. قال: ومع الجهل العشر. ومع الجهل بأكثره ما نفع يرجع إلى الأصل وهو العشر. نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا بيان لوقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. لا تجب الزكاة إلا إذا اشتد الحب، حب الزرع، وما قبل ذلك لا تجب فيه زكاة. وبدا صلاح الثمر، وذلك بأن يحمار أو يصفار، وفي العنب يتموه حلوا ويطيب أخذه، حينئذ تجب فيه الزكاة، لأنه أمكن الانتفاع، أمكن الانتفاع به، فتجب الزكاة حينئذ. أما لو تلف قبل اشتداد الحب أو قبل بدو الصلاح فإنه لا زكاة عليه، لأنه تلف أو أنه حصده أو قطعه قبل ذلك فلا زكاة عليه. نعم. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. هذا تقدم في أول الباب، أنه يشترط لوجوب الزكاة استقرار الملك. استقرار الملك، فالوجوب يبدأ من حين اشتداد الحب ومن حين بدو الصلاح في الثمر، لكن لا يستقر الوجوب استقرارا يطالب به إلا إذا تمكن الإنسان من السيطرة على الحبوب والثمار، وذلك بجذاذ النخل وإيوائه في الجرين وحصد الزرع وإيوائه في مكانه، فحينئذ يستقر الوجوب. فلو تلفت قبل استقرار الوجوب، أصابتها آفة سماوية فتلفت الثمار بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب، فإنه لا زكاة عليه، لأنه لم يتم ملكه ولم يستقر ملكه عليها. الحمد لله. أما إذا تلفت بعد تمكنه منها وأخذه لها، فإن كان هذا من غير تفريط منه، يعني احترقت أو أصابتها صاعقة، فلا شيء عليه أيضا، لأن هذا بغير تعد منه. أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه تجب عليه الزكاة، لأنه تلفت بعد استقرار ملكه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويجب العشر على. أعد العبارة. يقول: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني جعل الثمار في البيدر، وأما ما دامت على رؤوس النخل فإن الوجوب لم يستقر، فلو تلفت على رؤوس النخل بآفة سماوية ليس عليه شيء. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، قبل وضعها في البيدر بلا تعد منه بآفة سماوية. أما إذا كان تلفها على رؤوس النخل بتعد منه فإن هذا لا يسقط عنه الزكاة. نعم. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. فرضنا أن إنسانا له أرض زراعية، فاستأجرها إنسان ليزرعها، فمن تجب الزكاة عليه؟ هل تجب على صاحب الأرض أو على صاحب الزرع؟ الزكاة تجب على صاحب الزرع. نعم. وإذا أخذ من ملكه. إيش يقول؟ يقول: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. نعم، هكذا يجب العشر على المستأجر وهو الزارع، على المستأجر وهو الزارع أو الذي غرس النخيل في الأرض المستأجرة. أما المؤجر فليس له إلا الأجرة وليس عليه زكاة فيها.
يعني في الثمر الذي يحصل عليها وفي الحبوب التي يحصل عليها أجرة لأرضه، ليس عليه فيها زكاة، إنما الزكاة على الزارع وعلى صاحب الشجر الذي نعم. هذا لا يطول الشيء من زكاة الخارج من الأرض. اي نعم. أما الأجرة فعليه زكاتها طبعا. ما ملكها وقت الوجوب؟ لا قصدي ما يأخذه من الزارع أجرة لأرضه، ما عليه زكاة لأنه لا ليس ملكا له وقت الوجوب، ما صار ملكه لما قبضه. نعم أحسن الله. قال وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه زكاة العسل، والعلماء مختلفون فيها، الجمهور على أنه لا زكاة في العسل، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في العسل، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الزكاة من العسل، ونصاب العسل يقولون 5 قرب، وهي 160 رطلا عراقيا، 10 قرب، وهي 160 رطلا عراقيا. نعم. تقول الشيخ الجمهور على أنه لا زكاة في العسل. الجمهور على أنه لا زكاة في العسل، لأنه لا يدخل في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، من الأرض، وفي قوله وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن القول الثاني أن فيها الزكاة، لأن عمر أخذ الزكاة على أهل العسل، ومقدارها 160 رطلا عراقيا، وبالقرب 10 قرب. نعم. فأيهما أرجح؟ الأرجح والله أعلم أنه لا زكاة في العسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز عبارة عن الأموال التي توجد مدفونة بعد أهل الجاهلية، وهما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام، فإذا وجد ذهبا أو فضة مدفونة من أموال الكفار قبل الإسلام فهذا يكون لواجده، يكون لواجده، ويجب عليه فيه الخمس، يدفعه لبيت المال، يجب عليه الخمس يدفعه لبيت المال، والباقي 4 أخماس تكون له. أما ما وجد من دفن المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة، إذا وجد ذهبا أو فضة مدفونين عليهما علامة المسلمين وهما من أموال المسلمين فهذا لا يحل بالالتقاط، بل حكمه حكم اللقطة، يعرف أوصافه وينادي عليه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فإنه يكون له ملكا مراعى. نعم. فما يدريه أنه من دفن الجاهلية أو دفن الإسلام؟ هي العلامات، إذا كانت الدراهم مكتوب عليها كتابة إسلامية، صنع في عهد السلطان فلان أو الملك فلان، عصر الأمويين، من المسلمين. نعم. هذا حكمه حكم أموال المسلمين. نعم. فمعناه لا يبحث له عن صاحب ما دام تقادمت عليه السنون. نعم. إذا وجد أنه صنع في العصر العباسي مثلا أو الأموي، إيه هذا لبيت المال، هذا يكون كالمال الذي ليس له مالك، ما يحوزه الواجد، كل صاحب، لا يكون لبيت المال. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله باب زكاة النقدين. نعم. باب زكاة النقدين الذهب والفضة، المراد بالنقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المستعملة الآن. نعم. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا
وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نعم، نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 140 مثقالا، والمئة والأربعون مثقال عبارة عن 200 درهم. فإذا بلغ من المال ذهبا ما يصل إلى 20 مثقال ففيه الزكاة، يعني من الذهب. وإذا ملك من الفضة، إذا ملك من الفضة ما يبلغ 140 مثقال ومقدارها 200 درهم من الورق، من الدراهم الإسلامية، ففيه ربع العشر. نعم. هل لنا أن نعرف مقدارها بالجرام المستعمل اليوم؟ 20 المثقال مقدارها بالغرام 82 تقريبا، 82 غرام تقريبا. نعم. و 100 درهم فضة هي 140 مثقال. فبإمكانك أن بإمكانك أن تحولها إذا عرفت مثقال الذهب تقيس عليه مثقال الفضة. نعم. وقال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لو كان عنده بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة، يعني عنده من الذهب ما لا يصل إلى 20 مثقال، وعنده من الفضة ما لا يصل إلى 140 مثقال، فإنه يضم بعضهما إلى بعض ما يكمل النصاب ويخرج الزكاة. نعم. لأنهما بمثابة المال الواحد، لأن المقصود بهما واحد، المقصود بالذهب والفضة واحد. فيدخل في ذلك لو كان عنده ورق من عملات مختلفة فيكمل بعضها ببعض، تكون زكاتها واحدة. يعني العملة الورقية تعتبر بالعملة المعدنية، تعتبر بالعملة المعدنية. ونصاب الفضة بالريال السعودي المعروف، نصاب الفضة بالريال السعودي 56 ريال فضة، ما يعادلها، يعني يعادل صرفها من الورق الموجود الآن، هو النصاب، تجب فيه الزكاة. نعم. السلام عليكم. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. لو كان عنده سلع، لو كان عنده سلع قيمتها ما تبلغ النصاب، لكن عنده ذهب أو فضة يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من الجميع لأنها كلها ماله. نعم. شيخ، في قولك انظر المقابل، 20 مثقال من الذهب يساوي 82 غراما، فالمئة وأربعين مثقال من الفضة يساوي 564 غراما. إذا صح هذا نخر، إذا صحت القسمة. أين؟ طيب. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة. يباح للذكر لبس الفضة في هذه الأشياء. الخاتم يباح للمسلم أن يتخذ خاتما من فضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك. أما الخاتم من الذهب فإنه حرام على الرجل. نعم. الخاتم وقبيعة السيف، يعني تحلية وزركشة السيف أو مقبض السيف أو غمد السيف، يجوز أن يحل بالفضة، لأن الصحابة اتخذوا السيوف المحلات بالفضة. القبيعة المقبض أو التحلية؟ القبيعة الظاهر أنها الغمد الذي يجعل. نعم. وحلية المنطقة، وحلية المنطقة وهي الحزام اللي يسمى الحياصة، الذي يشد في الوسط وفيه مخابي يوضع فيها الأغراض، يجوز أن تزين المنطقة وهي الحزام
أن تزين بالفضة وتزكرش بالفضة. نعم. ولو كانت لرجل. نعم. ونحوه. ونحوه مما دعت الحاجة إليه. نعم. مثل ماذا؟ نعم. مثل ماذا؟ أن يلبس بعضهم ساعة فيها ذهب؟ لا، الكلام في الفضة. كلام في الفضة. مثل ذلك، يعني أن يلبس ساعة فيها فضة أو مرايات فيها فضة. اليسير، الشيء اليسير لا. أو قلم. اليسير لا بس. نعم. ومن الذهب قبيعة السيف. أما الذهب فإنه أضيق، فلا يباح للرجل منه إلا ما ورد به الدليل. قبيعة السيف تكون محلاة، يعني مقبض السيف أو غمده يكون محلى بشيء من الذهب، لأن الصحابة كانوا يستعملون السيوف وفيها شيء من الذهب. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح له من الذهب ما دعت إليه الضرورة، بأن لا يمكن إزالة هذه الضرورة إلا استعمال الذهب، مثل أنف، لو قطع أنفه فإنه لا بأس أن يجعل مكانه أنفا من الذهب، لأن الذهب لا يصدع خلاف الفضة فإنها تصدع. وكذلك ربط الأسنان، إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب فلا بأس بذلك، لأن الذهب لا يصدع، أما الفضة لو وضعها في فمه فإنها تصدع وتنتن. نعم. فالذهب أضيق استعمال للرجل من الفضة، لا يباح له منه إلا حلية السيف وما دعت إليه الضرورة، ما هي الحاجة، الضرورة. نعم. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. أما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب والفضة، لقوله تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء. فالمرأة بحاجة إلى الحلي، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلين بالذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة، لكن حسب ما جرت به العادة، حسب ما جرت به عادة نساء المسلمين من لبس الخواتم من الذهب والفضة، ولبس القلادة، ولبس الخلاخيل، ما جرت عادة نساء المسلمين بلبسه، فيباح لها لبسه من الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. لأن المرأة بحاجة إلى الزينة، بحاجة إلى التحلي، فأبيح لها بقدر الحاجة وبقدر لا يصل إلى حد الإسراف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. يباح للمرأة اتخاذ الحلي من الذهب والفضة، أن تلبسهما عند الحاجة وعند التزين أو لزوجها، ولا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، لأنه أصبح من المستعملات، مثل الملابس ومثل المساكن ومثل المراكب، فهذا لا يعد للنماء وإنما يعد للاستعمال، فلا زكاة فيه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. أما إن أعد للتجارة أو أعد للقنية فإنه تجب فيه الزكاة. نعم. هو الراجح يا شيخ أنه لا زكاة في حلي الاستعمال؟ هو الراجح إن شاء الله، هو لا يسع النساء إلا هذا، لأن المرأة إذا كانت فقيرة هي بين أمرين: إما أن تترك الحلي، وإما أن تستدين وتزكي على حليها، وهذا حرج شديد. نعم. لو زكى عنها وليها ما يلزمه ذلك، ما يلزمه ذلك. فإن قال بعضهم: أزكي سنة وأدع سنة،
لا، وإذا قيل بوجوب الزكاة وجبت كل سنة. إما يتخذها كل سنة أو يدعها كل سنة. أي نعم، الزكاة إذا وجبت ما هي بسنة وسنة، في كل سنة، كل ما يتم عليه الحول. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. محرما كذا؟ أي نعم، ففيه الزكاة. إذا كان الحلي لم يعد لللبس وإنما أعد للكرى أو أعد للقنية، تقتنيه لما يجي وقت يطلب بزيادة ثمن وتبيعه مثل التجارة. نعم، فهذا لا تسقط زكاته كما سبق في أول الباب، أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لأنه ليس معدا للاستعمال والاستهلاك. نعم، قول الشيخ الحاصل أن نعم، قول أو كان محرما معنا أو كان مما لم تجري عادة النساء بلبسه، فيه إسراف ففيه الزكاة، اتخذته حلي لكن على شكل لم يكن معهودا، على شكل لم يكن معهودا في حلي النساء، دخل في حد الإسراف، فإنه لا تسقط زكاته. نعم، المهم أن مسألة الحلي مما كثر فيها الكلام عند الناس الآن، حصر فيها ارتباك. الحاصل أن الراجح هو قول الجمهور أنه إذا كان معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، لأنه أصبح مالا استهلاكيا ومعدا للاستعمال كالملابس والمساكن والمراكب، وهذا قول كثير من العلماء سلفا وخلفا. وأما إذا كان معدا للتجارة أو معدا للقنية أو كان خارجا عن المألوف في الحلي عند المسلمين فهذا فيه الزكاة، رجوعا إلى الأصل. الأصل أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقطت في الحلي المعد للاستعمال فقط. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. في نهاية لقائنا، هذه تحية من زميلي بخيت ابن خليفة الدوسري في هندسة الصوت، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.